مهندس عادل القيعي مدير إدارة التعاقدات، مساء الفل وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب وسادة المشاهدين بخير يا رب. وطبعا الكلام اللي انت قعدت تقوله ده بس اوعى بالراحه علينا احسن نصدق ولا حاجه. انت طبعا عارف علاقتي بيك وانا انت كنت طبعا بتحكي لهم حكايه ال حكايه قديمه. لا يفتكر ان انا مغرور اصلا. لا 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 فاكرها؟ الاصرار يقول لي لازم تلبس البادج. قلت لهم يعني انا عادل القيعي ما اطلع في قناه النادي الاهلي البس بادج اقول انا في قناه الاهلي؟ قلت لهم ايه ده؟ ده شغل الكنطات ده ما ينفعش ان نلبس بادجات وحاجات احنا في قناه الاهلي. يعني فدي يعني موقف كده طريف وعدى. شوف من غير ترتيب هو انا بتكلم جه في بالي ومعرفش ايه اللي خلاه يجي في بالي، لكن اكيد حابب اقول لك كل سنه طيب. انت طيب يا حبيبي. اكيد حابب اقول لك مبروك على 54 بطوله في عهد مجلس الاداره الجديد، اجيال بتسلم اجيال، كل الادارات ليها ادوار وكل ابناء النادي الاهلي جيل بيسلم جيل. بيبقى عليك عبء كبير قوي يا باشمهندس من الجماهير، خاصه وانت مصدر ثقه غير عاديه لجماهير النادي الاهلي مع ختام موسم وبدايه موسم والحديث على صفقات وتدعيمات وخلاف. هي دي مشكله هاب، ان الناس عايزاني اتكلم وانا دلوقتي في موقع ماناش متحدث رسمي لا عن النادي ولا عن الكوره ولا عن حد. انا دوري دلوقتي ان انا مستشارا لشؤون الاحتراف والتسويق والتعاقدات للنادي الاهلي. تمام. يعني انا يطلب مني مشكله نوجد لها الحل، حاجه نعمل لها يعني اجراءات ما توقعناش في مشاكل. يعني فانا هكلمك في هذا الاطار. تمام. انا بقالي 3 ساعات مش عارف تليفوني بطل يعني رن عشان الناس عايزه تعرف عبد الله السعيد رايح فنلندا بالظبط. كل اللي قلناه وهكرره هو ده اللي اقدر اقوله، اننا كنادي اهلي ونحن نتخذ الاجراء الذي يحافظ للنادي الاهلي على ادارياته وقراراته وخيمته في نفس مرحبين جدا. حتى يعني الدوري الفنلندي لغايه هنطلب مقابل عن الشهرين دول، الدوري الفنلندي لغايه يوم 10. ده الموقف النادي الاهلي. تمام. لكن اجرائيا بقى في حاجه اسمها مدير كوره وفي حاجه اسمها مدير فني وفي حاجه اسمها لجنه كوره. طبعا دول هم اللي يتسالوا هذا السؤال. لكن اللي بلغت بيه بشكل واضح واقدر اصرح بيه اللي بقوله لك ده دلوقتي. تمام. طبعا كلام مهم، لكن في بعض التقارير يا كابتن ظهرت في الفترة اللي فاتت اتكلمت عن حديث ليك في نادي الجزيرة وتحدثت عن بعض الكلام عن عبد الله السعيد، البعض اخذه بامور اخرى. لو حضرتك حابب تعقب. ما كانش نادي الجزيرة، كان نادي سبورتنج في اسكندرية عامل لي تكريم بالظبط اول امبارح. الحديث برضو كان بالظبط واتكلموا بقى في شؤون التسويق والنادي الاهلي تجربة الاهلي، وبعضهم سأل في موقف عبد الله السعيد. انا بقول ده مش تصريح رسمي. تمام. دي رؤيه. في فرق يا ايهاب، انت لما تيجي في جلساتك الخاصه انا لا اصرح في هذا الامر عن النادي الاهلي الا بما اخبر به. تمام. المتحدث الرسمي ما بيقولش رايه، بيقول راي المكان. واخد بالك؟ انا مش متحدث رسمي. انا لما سئلت بخبرتي قلت هو الراجل بالعقل كده ها؟ عنده فلوس وبيتهدد بعقود وبيتهدد، لو الموضوع اتساوى ان هو مش هيتاذي فلوس تاني مصطفى هتركب مؤكد. يعني هو البوع ده دي رؤيتي، دي رؤيتي. لكن هذا ليس خبرا يعني يتنقل عني ويقول صرح عبد القيعي. بالظبط. لو ما ركزوا بعض المواقع على ان الكابتن عادل القيعي قال نصا، وده يعني ده اللي اثار كلام كتير جدا. هذه رؤيه. بس كده بالعقل كده تمنطق الامور، ورؤيه في مكان ما كانش فيه تصريحات اعلاميه. تمام. انت قاعد الناس بتكرمك وجو لطيف وبيكلموك في حضرتك شفت من الذوق برضو انك ترد على الناس، ما ينفعش تتجاهل اسئله الناس كده. الراجل لا يمكن يكون نيته ما يرجعش الفلوس لكن هو منتظر طبعا انه لما الفلوس ترجع ما يتاذيش بس. تمام. بالعقل يعني. تمام. الكلام يعني اي واحد عنده بعض الخبره هيقوله، وانت لو سئلت هتقول كده لو انا بس طبعا. لكن ليست معلومه يعني، واذا كانت معلومه ليس من حقي ان اصرح بها. تمام. ده صاحب الشان هو اللي صرح بها.
كابتن عدلي، عدد من لعيبة النادي الأهلي الإعارات هل تم حسم الفترة الجاية؟ في لعيبة راجعة، في لعيبة مش هترجع، والحديث أيضا لا ينقطع عن عودة صالح جمعة رغم أن إعارته سنة ونص. بص يا حبيبي، كل ما تسمعه من انتقالات لاعبين وعودة إعارات وقطع إعارات وناس هتمشي وناس هتطلع إعارات، اعتبره مش موجود. تمام. لسبب بسيط جدا، جاء الفني عشان نقول مين هيمشي مين هيرجع ومين هيعمل. اولا لحد النهارده انت ما احنا عندناش تاكيد القايمه هتبقى 25 ولا 30. صح. بعد ما قالوا 25 رجعوا قالوا لا هتبقى 30. فانت حتى الان ما عندكش حسم في هذه القضيه، وهيكون لها تاثير طبعا على انك انت تمشي ناس او تقعد ناس او تعير ناس او طبعا يعني ليها علاقه بالقايمه بتاعتك. نمرة اتنين، انك انت كجهاز فني حتى لو استقريت على الاسماء لن تعلن عنها ولن تبدا تحركاتك الا اذا قعدت مع لجنه الكوره ورئيس لجنه الكوره اللي هو رئيس النادي الاهلي. تمام. ولم يحدث هذه الجلسه بعد. رئيس النادي ربنا يشفيه وقرب يرجع هيلتقوه ساعة ما يصدر وفقا للكابتن حسام البدري كان صرح وقال بعد مباراة سموحة هيطير هو الكابتن سيد عبد الحفيظ ويجتمعوا بالكابتن الخطيب في الإمارات. ممكن يسافروا له، ما بقول لك لما حسام يقول كده تاخد منه، دي معلومة. تمام. لكن أنا لو سألتني هيبقى المنطق بيقول كده، ما يسافروا يقعدوا معاه. فاهمني؟ فرق بين المعلومة والرؤية. فرق بين المعلومة والرؤية، ودي واضحة جدا. بعيدا عن أنا هو عنده معلومة أنا عندي رؤية. تمام. بعيدا عن المعلومه والرؤيه، طبعا امال كتيره جدا حاططها جماهير النادي. لما تتفق المعلومه مع الرؤيه يبقى الدنيا كويسه. مش بص، ما حدش يقدر يغلبك يا كابتن. بص لا يا حبيبي، يعني انا عشان اكون صادق. ايوه انا عارف، عشان ما حدش يقول ايه. لا واصله بشكل كويس، وانا حبيت حضرتك توضح النقطه دي لانها اثارت حاله كبيره جدا. ما انت عارف بقى المحبين كتير، ولكن انت حطيت النقاط فوق الحروف. يعني هو يعني الناس تشعر ان في امر محسوب بالظبط. عودة ناصر ماهر، فاهم ازاي؟ لكن فاهمني، لكن اجرائيا مفيش قرار بالكلام ده. لكن هو كل مؤشرات تقول عودة ناصر ماهر، لعيب كويس، لعيب محتاج له، لعيب واعد جدا، ربنا يحميه وربنا يوفقه وربنا يلهمه انه يتواضع عشان يكمل، لان التواضع ده هو ده مفتاح الحياه. كل ما تتواضع تشعر انك انت عايز تقدم احسن، عايز تقدم احسن، عايز تقدم احسن. فربنا معاه وربنا يوفقه ويفيدنا، محتاجينه جدا. طبعا. فانما هل اتخذ قرار بهذا الشأن؟ بقول لك لسه الى ان يصدر قرار من لجنه الكوره، اعتبر كل دي تكهنات، جزء منها سوف يصيب وجزء لا. بعيدا عن التكهنات، امال جماهير النادي الاهلي كبيره بعد التلويح او الاشاره من رئيس شرف النادي الاهلي ان في اربع صفقات هيكونوا تقال جدا. والراجل مستعد يعمل مسانده حقيقيه في هذا الامر. لكن الامر متوقف على ايه؟ على الرؤيه الفنيه بقى اللي تجيله من النادي الاهلي. بالظبط. باشمهندس كل سنه وحضرتك طيب، وعيد شم نسيم سعيد عليك. هتقضيه فين بقى؟ في البيت. انت بتكلمني انا قاعد في البيت اهو، يعني اللي هيشرفني هبقى سعيد بيه جدا. يعني انت تعلم الدنيا كل شيء موجود الحمد لله. كل شيء موجود، ودايما بسعد وانت موجود معايا. وكل سنه وانت طيب يا كابتن. وانت طيب يا حبيبي. الاهلي